تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر وعرفان من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وذلك بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس ورفعت معالي رئيسة مجلس النواب باسمها وأعضاء المجلس اسماء ايات الشكر والعرفان والتقدير على ما لمسوه من دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي اسهم في تحقيق تعاون مثمر وبناء بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه للارتقاء بمملكه البحرين والنهوض بها في كافه المجالات بما يصب في صالح ابناء هذا الوطن المعطاء واكدت معالي رئيسه مجلس النواب في برقيتها أن مواقف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته عكست اهتمام سموه وما تحقق من انجازات تم تحقيقها من خلال اقرار العديد من مشاريع القوانين تؤكد حرص سموه لتحقيق اهداف المشروع الاصلاحي لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله. سائله المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحه والسعاده وطول العمر وان يسدد على طريق الخير خطاه